إذن نبدأ على بركة الله. كما ترون هذا هو الفيديو العمل اليومي كما ترى على hit4hit.org وعلى youlikehits.com. العمل اليومي على هذين الموقعين، الموقع الأول هو لدي ترافيك إكسشينج هو الذي على اليسار الآن. لاحظوا التاريخ، تاريخ الفيديو الواحدة ليلا، يعني العمل دائما يكون بالليل حسب الانترنت تكون ضعيفة في النهار كما تعلمون. ترافيك اكستشينج نضغط عليه فوق، ترافيك اكستشينج نضغط عليها. هذا الفيديو دخلت مباشرة بدون مقدمات لأنه عمل يومي كما تعلمون. وكما ترون الروابط تسجل في الوصف، ستجدونها كما ترون ماي ويب سايت لإضافة مواقعك، ماي ويب سايت فيو لمشاهدة الموقع يدويا، و الاوتو ويب سايت فيو لمشاهدة المواقع اوتوماتيكيا. نضغط على اوتو ويب سايت فيو ونشاهد المواقع اوتوماتيكيا. اذا الان كما ترون هاي بدأ العداد، 15 15 14 19 24 يحسب العداد. ثم نعود لموقع يولايك هيت، نضغط على ايرن بوينت، ثم نختار تويتر لايكس او انستغرام لايكس، بينتريست، تيك توك، ويب سايت هيتس او يوتيوب هيتس او ديلي بونس. اذا كما ترونها هي الصفحة تركتها هنا مفتوحة. اذا قد قمت بعمل 75 هيت، ضغط على اكتيفيزي، ضغط على اكتيفيزي، لاحظ 75 كم ستصبح. لاحظ معي اخي الكريم، العمل اليومي على هذه المواقع لجمع النقاط وتحويلها لمواقع التواصل الاجتماعي. اذا لاحظوا معي، ننتظر قليلا، لاحظوا اصبحت 76 لانني قد شاهدت اخيرا فيديو كانت 75 ازداد هيت واحد هي 76. 18934 نقطة، هذه هي الاكتيفيتي كما ترونها. نضغط على فري ديلي بونس بوند لنرى النقاط. انا اعتمد كثيرا على يوتيوب فيوز لأنها مجانية ولا تحتاج منك الحساب، تشاهد الفيديوهات وتربح النقاط وتحسب لك الأكتيفيتي، بعد ذلك تقوم بعمل كليم ل 300 نقطة في اليوم. نضغط على فيو مور أكتيفيتي لترون أن العمل حقيقي والعمل يتم كل يوم. ثم نستمر في العمل على موقع يولايكيت، نستمر هكذا في العمل، ننتظر الهيستوري كي تظهر لنا. نضغط على اتوندغ، الكمبيوتر نوعا ما ثقيل لهذا سنقطع ونعود. اذا عدنا لكم اخواني الكرام، كما ترون اليوتيوب فيوز كل هذه الاكتيفيتي كما ترونها، العديد والعديد من الاكتيفيتي التي قمت بها. لاحظوا معي your recent activity، شاهدت كل هذه الفيديوهات للحصول على 76 هيت للحصول على 300 نقطة. انت ايضا تشاهد الفيديوهات كثيرا، تشاهدها كلها وتحصل على 300 نقطة هدية في اليوم. مثلا تكون جمعت 1000 نقطة وتحصل على 300 نقطة، هي 1300 وما الى ذلك. لاحظ كلها اكتيفيتي. ثم نرجع الى الهوم او نعود للصفحة الرئيسية عن طريق الهوم او رمز البيت فوق، دائما نشرح على الجنب اليمين، شاشة في اليمين، نضغط على الهوم ثم نتوجه الى ديلي بونس، جيت بونس، نذهب الى الهوم هكذا لصفحة الهوم. لاحظوا تذكروا معي هذا الرقم 18934 نقطة، تذكروا معي هذا الرقم لدي 76 هيت. نضغط على فري ديلي بونس، ثم لدي الحق في 300 نقطة لانني قمت بعمل 76 هيت، قد تجاوزت 75 هيت المطلوبة. نضغط على جيت 300 بونس بوينت، ثم هنا تلاحظون سكسس يو ريسيف 300 نقطة. نضغط على باك تو هوم، لاحظوا 18000 كم ستصبح، 19134 نقطة، ازدادت 300 نقطة. وهم كتبوا تحت يكليم الديلي بونس بوينت، يكليم ديور ديلي بونس بوند في الاكتيفيتي تحت. اذا الان لدي ساعتين لكليم مرة اخرى، بقيت لدي ساعتان و21 دقيقة.
يمكن الاستمرار في العمل أو أقوم بالتوقف عن العمل إلى حين اكتمال تلك الساعتين وأبدأ العمل مرة أخرى لتحتسب لي هي الجديدة. هنا اليوتيوب لايكس، يمكنك عمل تويتر لايك، يمكنك عمل لايك والحصول على 34 نقطة على كل لايك، 29 حسب الشخص كم وضع من نقطة، وتربح نقاط كثيرة وكثيرة وعديدة. هيت فور هيت كم ترون يجمع النقاط في الجانب الآخر، وأنا أعمل على يو لايك هيتس وتجمع النقاط وتحويله للترافيك عن طريق ويب سايت هيتس، أو تجمع النقاط من الانستغرام كما ترون في الجانب الأيمن. هاي الويب سايت هي تجمع منها النقاط، وهكذا تستمر في العمل. هذا هو العمل اليومي. تحياتي لكم وإلى اللقاء.